نكمل معكم حصاد سنة 2022، والآن مع أفضل هواتف ألعاب. اليوم في قائمتنا هواتف قوية موجهة للألعاب، ومجموعة هواتف غير مخصصة لكنها مناسبة للألعاب. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، هيا بنا. أولاً Asus ROG Phone 6D Ultimate. آخر إصدارات شركة Asus هي سلسلة هواتف ROG Phone 6، وأقوى تلك الهواتف هو ROG Phone 6D Ultimate. يعتبره الكثيرون أقوى هاتف ألعاب في السوق، فنجد الشاشة الممتازة المحمية بطبقة غوريلا جلاس فيكتوس ذات حجم 6.78 إنش مع سرعة تحديث عالية 165 هرتز، تعطي سلاسة كبيرة أثناء التصفح واللعب. وضعت إيسوس هنا معالجا قويا من ميديا تيك وهو دايمن سيتي 9000 بلس، الذي أثبت كفاءة عالية ويستطيع تشغيل أي لعبة تريدها بكل سهولة وسلاسة. يتميز الهاتف بنظام تبريد خاص وبطارية كبيرة حجمها 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط. سعر الهاتف مرتفع حيث يبدأ من 1450 دولارا. ثانيا لينوفو ليجون واي 90. فرضت لينوفو نفسها بقوة في سوق هواتف الألعاب من خلال هاتف واي 90 بمواصفات قوية. جاء بتصميم مثير بكاميرا خلفية في منتصف الظهر لتجنب لمسها أثناء اللعب، واحتوي عدة مخارج هواء تبريد، الشاشة كبيرة من سامسونج بحجم 6.92 إنش، تدعم سرعة تحديث 144 هرتز وحساسية لمس 720 هرتز، وهذا ينعكس بدقة عالية أثناء الضغط واللمس بأكثر من إصبعين على الشاشة. يتضمن الهاتف أزرارا حساسة على الجانب، ويحتوي على معالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول، وسعة رام تصل ل 18 جيجا بايت. بطارية الجهاز جاءت بحجم 5600 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة عالية تصل ل 68 واط. الهاتف جاء بسعر يبدأ من 700 دولار. ثالثا نوبيا ريد ماجيك 7S برو. عندما تنظر إلى هذا الهاتف ستجد شاشة كاملة دون نتوء أو ثقوب، حيث الكاميرا الأمامية مدمجة أسفل الشاشة، ما يمنح تجربة ألعاب فريدة دون معوقات. يعتبر هاتف ريد ماجيك 7S برو أحد أفضل هواتف الألعاب أيضا من حيث المواصفات. يكفي أن نعرف أن الهاتف يحتوي على شاشة كبيرة 6.8 إنش، تدعم سرعة تحديث 120 هرتز مع حساسية لمس قياسية 960 هرتز، المعالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، وسعة الرام تصل ل 18 جيجا بايت. هناك نظام تبريد معقد ومتقدم بالإضافة لأزرار لمسية خاصة يمكن برمجتها للألعاب. الشركة وضعت بطارية بحجم 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط. هناك نسخة عادية للهاتف بدون برو تأتي مع حواف للشاشة تحتوي الكاميرا الأمامية لكن مع معدل تحديث أعلى وبطارية أقل حجما. سعر الهاتف يبدأ من 600 دولار للنسخة العادية و 800 دولار لنسخة برو. رابعا بلاك شارك 5 برو. الجيل الجديد من هواتف شاومي الرائدة في مجال الألعاب جاء بثلاث نسخ هذه المرة، بلاك شارك 5 وبلاك شارك 5RS، والنسخة الأقوى بلاك شارك 5 برو جاء بمواصفات قوية وبأسعار مغرية. وكما في باقي هواتف الألعاب نجد مشغلات خاصة للألعاب، وعبارة عن أزرار فيزيائية منبثقة على جانب الهاتف، وهناك غرفتين للبخار لتخفيض سخونة المعالج. الشاشة ممتازة حجمها 6.67 إنش، وتدعم سرعة تحديث 144 هرتز، والأداء معزز بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول من كوالكوم في نسخة برو. الجهاز مزود ببطارية ساعتها 4650 ملي أمبير مع سرعة شحن بقدرة 120 واط، تسمح لبطارية الهاتف بالشحن الكامل خلال 15 دقيقة فقط. يبدأ سعر الهاتف من 730 دولارا في نسخة برو. خامسا بوكو F4 GT. هاتف بوكو F4 GT الهاتف ذو التصميم الجميل، يتضمن أهم المميزات التي يحتاجها المستخدم اللاعب بسعر مميز. شاشة جيدة 6.67 إنش، تدعم سرعة تحديث 120 هرتز وحماية غوريلا جلاس فيكتوس، معالج ممتاز للألعاب وسناب دراجون 8 الجيل الأول من كوالكوم، بالإضافة إلى نظام تبريد خاص. البطارية 4700 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع 120 واط. يتميز الهاتف عن المنافسين أنه يحتوي أربع سماعات محيطية من شركة JBL تمنح تجربة صوت ستيريو فريدة ومثيرة، كما أنه أصبح يحتوي أزرارا إضافية منبثقة للألعاب على عكس ما كان عليه الحال العام الماضي. يبدأ سعر الهاتف من 640 دولارا. ثالثا سوني إكسبيريا 1 مارك 4. لم تسوق سوني لهذا الهاتف على أنه هاتف ألعاب،
لكنه يحتوي من المميزات والإمكانيات ما يجعله يستحق دخول قائمتنا. الهاتف يتمتع بخامة تصنيع ممتازة وتصميم كلاسيكي بحواف نحيفة في الأعلى والأسفل، وهذا ما يجعل تجربة الألعاب أفضل دون معوقات. الهاتف يعمل بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول ويدعم تركيب شريحة تخزين خارجية، كما يأتي بشاشة رائعة 4K بمقاس 6.5 إنش وتدعم عرض مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز. البطارية حجمها 5000 ملي أمبير تشحن بقدرة 30 واط. والأمر الجاذب للاعبين هو دعم الهاتف لتركيب إكسسوارات ألعاب مثل إكسسوارات التبريد. وزودت سوني الكاميرا بعدة خدمات مثل البث المباشر على يوتيوب وبث الألعاب، لكن مقابل ذلك عليك دفع الكثير من الأموال، حيث يبدأ سعر الهاتف من 1600 دولار. سابعاً، موتورولا إيدج 30 ألترا. رائد موتورولا هذه السنة يعد خيارا رائعا للألعاب، وذلك لأنه يقدم مواصفات تناسب اللاعبين على كل الأصعدة. أهم تلك المواصفات هي الشاشة الرائدة بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 144 هرتز. الهاتف يقدم أداء قويا بفضل معالج كوالكوم الأقوى والأحدث سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، بالإضافة إلى ذاكرة رام 12 جيجا بايت ومساحة تخزين بسرعة عالية، ومرفق كذلك ببطارية بحجم 4610 ملي أمبير مع دعم شحن سريع جدا بقدرة 125 واط. سعر الهاتف يبدأ من 790 دولارا. ثامنا، ZTE Axon 40 Ultra. يعد هذا الهاتف خيارا رائعا للألعاب بسبب الميزة التي يتألق بها، وهي الشاشة الكاملة. فهو الهاتف الذي يجسد المعنى الحقيقي للشاشة التي لا تحتوي أي ثقوب أو نطوء أو معوقات عرض المحتوى، ما يجعلها مثالية لمشاهدة الأفلام والمقاطع وكذلك الألعاب. جاءت بحجم كبير يبلغ 6.8 إنش وسرعة تحديث 120 هرتز وقدرة عرض مليار لون وسطوع يصل إلى 1500 شمعة. الشركة أيضا لم تقصر في وضع أفضل المواصفات في الهاتف التي تغذي تجربة الألعاب مع معالج الرائد سناب دراجون 8 الجيل الأول إلى بطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير تدعم سرعة شحن 65 واط. سعر الهاتف يبدأ من 800 دولار. تاسعاً، جالاكسي S22 ألترا. جاء هاتف سامسونج الأقوى هذه السنة جالاكسي S22 ألترا بتصميم يشبه أجهزة جالاكسي نوت، ودائماً ما كانت أجهزة نوت مناسبة للألعاب لأنها تحتوي أقوى المواصفات. وأن الأمر لم يختلف، فلدينا خامة تصنيع فخمة وشاشة ممتازة مع سرعة تحديث عالية ومتغيرة تصل ل 120 هرتز لتوفير البطارية مع سطوع يصل إلى 1750 شمعة. يقدم الهاتف أداء قويا أيضا مع معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. البطارية كبيرة الحجم 5000 ملي أمبير، وتم رفع قدرة الشحن السريع لتصبح 45 واط. كل هذه الأمور تجعل رائد سامسونج الأقوى خيارا جديا لمن يبحث عن هاتف متكامل ويلبي متطلبات الألعاب. سعر الجهاز عند إصداره بدأ من 1200 دولار. عاشرا وأخيرا، آيفون 14 برو ماكس. لا يمكن استبعاد رائد أبل الجديد من قائمة أفضل هواتف مناسبة للألعاب. آيفون 14 برو ماكس يمتلك كل مقومات هاتف الألعاب الناجح، فهنا نجد شاشة كبيرة بحجم 6.7 إنش مع معدل تحديث عال 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج A16 بايونيك الجديد القوي والسريع الذي يتضمن أداء ممتازا للرسوميات. يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن الشاشة تطورت عن الجيل السابق، حيث جاءت بسطوع قياسي يصل إلى 2000 شمعة، ما يجعل تجربة اللعب تحت أشعة الشمس ممكنة وسهلة. البطارية أيضا تقدم أداء جيدا وتعد مناسبة لتلبية احتياجات الألعاب. يبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس من 1100 دولار. كانت هذه أفضل 10 هواتف ملائمة للألعاب صدرت هذه السنة. الآن اكتب لنا في التعليقات أي هاتف تختار لتلعب عليه ألعابك المفضلة.